دلوقتي مساحة المثلث. زي ما قلنا عندنا المثلث 3 أنواع: مثلث قائم الزاوية زي اللي احنا شايفينه ده كده اهو، بيكون هنا زاوية قائمة، أو مثلث حد الزوايا اللي هي الحتت دي حادة، أو مثلث منفرج الزاوية تكون المنطقة دي منفرجة، يبقى قائم أو حاد أو منفرج. طيب القانون بيقول ايه؟ القانون بيقول مساحة بتساوي قاف اللي هي القاعدة ضرب عين اللي هي الارتفاع ونقسمها على 2. ماشي؟ يعني لو عندنا مثال زي اللي عندنا ده، ادي مثلث القاعدة بتاعته 6 سنتي، الارتفاع هو المنطقة الواصلة من رأس المثلث إلى القاعدة وبتمثل زاوية قائمة. ماشي؟ هنا دي بتساوي 3 سنتي، يبقى القاعدة عندنا بتقول ميم بتساوي قاف ضرب عين على 2، يعني هتساوي كام؟ 6 ضرب كام؟ 3 على 2 بتساوي كام؟ 6 ضرب 3 18 على 2 18 على 2 يعني الاتنين دي، يعني التمنتاشر دي اخد نصها، صح؟ التمنتاشر نصها كام؟ مش 6، نصها 9، يبقى بتساوي 9، كأنك بتقسم على 2، 18 على 2 فيها 9. اوكي؟ تعال نشوف واحد تاني. عندك هنا ادي مثلث هو جاي اوريدي قائم الزاوية اهي، هنا ده 5 سنتي وده 6 سنتي، ده اوريدي جاي قائم، يعني مش محتاج ان احنا ناخد له ارتفاع، يعني الارتفاع بتاعه موجود من الرأس للقاعدة موجود قائم. يبقى ميم هتساوي ايه؟ هنقول 5 ضرب 6 على 2 بتساوي كام؟ 5 ضرب 6 30 على 2. الاتنين لما نقسمها 30 نقسمها على 2، يعني نص ال 30 كام؟ نص ال 30 تساوي 15. الوحدة هنا بالسنتي، هيبقى هنحط سنتي ونحط عليها 2 صغيرة كده، ده سنتيمتر مربع. اوكي؟ يبقى احنا، وحتى برضو لو جالنا مثلا مثلث منفرج الزاوية، يعني مثلا لو جالنا كده ادي مثلا مثلث زي كده منفرج الزاوية كده مثلا، دي اهي زاوية ايه منفرجة. ايه اللي بيحصل؟ ادي رأس المثلث، بيقوموا واخدين عليها كده اهو، ونكمل القاعدة دي كده اهو عشان نعمل زاوية هنا ايه؟ قائمة. هنا القاعدة دي مثلا نفترض انها ايه؟ 8 سنتي. حلو؟ هنا هنقيس الارتفاع، الارتفاع من رأس المثلث إلى القاعدة، يعني ده امتداد القاعدة اهي، مش دي القاعدة 8 سنتي؟ بنقول احنا ممددين على نفس مستوى القاعدة عشان نجيب من رأس المثلث الارتفاع بتاعه قد ايه. مثلا نفترض ان هو ايه؟ طلع 4 سنتي. القاعدة هتساوي ايه؟ ميم هتساوي ايه؟ قاف ضرب عين، يعني 8 ضرب كام؟ 4 على 2. 8 ضرب 4 في كام؟ 4 في 8 ب 32. لازم جدول الضرب يذاكر كويس. 4 في 8 ب 32، يبقى الناتج 32 على 2. 32 لما نيجي نقسمهم على 2 بيساوي كام؟ 16. لما نقسم 32 على 2 بيساوي 16. بس ده كده قانون حساب مساحة المثلث. يبقى احنا عندنا الناتج زي ما عملنا كده. تعالى نشوفه حتى هنا في الـ في الـ في الـ المذكرة اهو، جايب لك اهو القاعدة بتساوي كام؟ 6 ضرب كام؟ ضرب 3 على الكام؟ على 2. يبقى تساوي كام؟ 6 في 3 بكام؟ 3 في 6 ب 18 على 2 بتساوي 9. طيب ادي السؤال زي ده كده، هيقول 6 ضرب 5 على 2 يبقى بيساوي كام؟ 5 في 6 ب 30 على 2 يبقى بيساوي كام؟ 15. تعال نشوف كده
مثلث ارتفاعه كام؟ 5 سنتي، يبقى ده الارتفاع، وقاعدته 10 سنتي، اوجد ايه مساحته؟ م هتساوي كام؟ 5 ضرب كام؟ 10 على 2 بتساوي 5 في 10 50 بخمسين، على 2 50 على 2 فيها كام؟ 25. لازم نعرف القسمة ونعرف الضرب. بس خلاص، دول كده، لأن اللي بعد كده دول متوازي أضلاع. شكرا.